تقوم مديرية بيت المواصل المتمثلة بالشعب والجهات الوسطية بالتعاون مع كادر شبة الغزلاني بتحضيرات معرض الزهور المقام داخل حدائق الشهداء في يوم الأحد المصادف 21 من شهر الجاري، ومثل ما أشوف يعني الكوادر المتاهبة إن شاء الله لإتمام المعرض على أتم وجه. بعد عندنا إن شاء الله يعني مشاركين، عندنا من المشاتل، عندنا من أكو يعني جهات خاصة تشارك بالمعرض. هسه هذه مواقع المشاتل راح تجي، مواقع المشاركين هاي الخيام مثل ما أشوف، فإن شاء الله تكمل هاليومين إن شاء الله تكمل. هي طبعا شيء أكيد راح يجهزوه قبل المعرض بيوم إن شاء الله. أنا هاي تحضيرات داخل تحضيرات يعني بس ضمن الحديقة فقط، يعني المعرض راح يكون داخل هذه الخيام يعني مثل ما أشوف الخيام الحمراء هذه. ومهمنا هو دائما يعني التعشيب المستمر، أكيد شيء أكيد السقي، تعشيب الآس، الأشجار، إدامة مثل ما أشوف يعني إدامة النظافة المستمرة، يعني هذا كادر شعبنا الحمد لله. كان أكو عوائق انفضت الحمد لله، شغلة الماء من انفضت، يعني كان أكو مشكلة بالماء كلها انفضت الحمد لله. مفتوح الحديقة متوفى يعني من الساعة الثامنة، قبل تعرف من قبل بالشتاء عندنا ساعتين استراحة، الساحة عليه مفتوحة من الثمانية لساعة 12 مفتوحة.